طيب اليوم انت تلعب في منتصف الملعب وتشوف كثير من النجوم اليوم في 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 فرقنا، سمي لي ثلاثة كذا تقول هذا مكانهم مفروض انهم يلعبوا اليوم في دوريات أوروبية، اسماء مهمة جدا جدا في دوريات أوروبية، لاعبي سعوديين طبعا. اي نعم، كلها اللعيبة المحليين. هلا شوف الأمانة في مواهب بالمملكة، انا بقول مواهب ممتازة. هلا موضوع اللاعب اللي ينجح بأوروبا لازم يكون صغير بالعمر، ما ممكن لاعب عمره 28 29 سنة بالعقلية نحن العربية يروح أوروبا ينجح، صعب جدا جدا جدا. ولكن إذا كان عمره 20 21 يكون عنده الطموح، هي بترجع للطموح، فممكن ينجح، خصوصا اللاعب السعوديين يعني لعيبة للأمانة. أنا دائما أنا وجوميز متفقين على هاي النقطة، طبعا مدرب جوميز للأمانة كنا متفقين على النقطة أنه اللاعب السعودي هو الأميز كمان على مستوى آسيا، لأنه عنده ميزات ما أنا موجودة بباقي اللاعبين. طبعا هلا بتقول لي عنده نقاط ضعف، موضوع الإهمال، موضوع أنه ما أنا محترف 100%، السهر، هاي أكيد هاي نقطة ضعف طبعا. طيب أنت كل إجابتك هذه ما تبغى تسمي لي، أنا حاخذ منك ثلاث أسماء. لا ما فيني أسمي لك، أنا ما عندي مشكلة، في لعيبة كثير بتستاهل أنها تروح أوروبا. الافضل اعطيني الافضل. هلا شفنا سالم الدوسري راح في ريال، بتوقع مستواه حتى خلال ست اشهر مع انه ما لعب كثير مستوى فرق. انا بالنسبه لي كلاعب ما حاضر كثير لسالم الدوسري، ولكن انا بالنسبه لي فرق لما لعب ضده، فرق بكل الامور خلال ست اشهر سالم الدوسري. سالم الدوسري هاي نموذج انا معطيك، لانه هو لعب شوي اكثر من غيره. يعني هلا عندك كان ممكن فهد المولد لاعب صغير ممكن كان باوروبا كان ينجح، عندك نواف العابد كان ينجح، لعيب الصغار خصوصا انا الصغار